مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا الشرح الذي سنتكلم فيه عن إضافة إلى متصفح الكروم المسمى بـ Secure Shell Application. هذه الإضافة تمكننا من فتح الـ SSH مع الخوادم والحواسيب من داخل متصفح الكروم، فهي مكتوبة بجافا سكريبت، وعمق هذه الإضافة فهو مكتوب بـ C و C++ وهي إضافة تعتمد على ناكل لإضافة كود خارجي إلى متصفح الكروم. ما عليكم سوى القيام بتنصيب هذه الإضافة، ففي حالتي فلقد قمت بهذا الأمر مسبقا، لذا سأقوم ب launch application أو من هنا من الابليكيشن، فإننا نحصل على واجهة هذا التطبيق. نستطيع إضافة new connection، اسم البروفايل، اليوزر نيم والباسورد إذا كنتم تريدون الدخول باليوزر أو الكي، فالبور فهو 22 ونضغط على الدخول. كما تلاحظون فهذه الإضافة هي كلاينت للـ SSH يشتغل من داخل البراوزر كما تلاحظون. فهذه الإضافة فهي رائعة جدا وتمكننا من فتح العديد من النوافذ مع خوادم متعددة من البراوزر، ولا داعي لتغيير النافذة بين البراوزر والشيل. تستطيعون القيام بكل الأعمال من داخل متصفح الكروم، وهي صراحة رائعة جدا. آمل أن تعجبكم، وإلى اللقاء في شرح آخر وتكنولوجيا أخرى.